أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الخاص من ضيفي الإخبارية، والذي سنناقش فيه فعاليات المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة. المؤسسات الناشئة خيار استراتيجي للدولة الجزائرية وكذلك خيار قاري، وتبرز الشراكة التونسية الجزائرية كإحدى الشراكات المتميزة في هذا الإطار. ولمناقشة حيثياتها نستضيف في هذا العدد من ضيفي الإخبارية السيدة مونيا جندوبي، عضو الأمانة القارة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة والمكلفة بمرافقة المؤسسات الناشئة في وزارة تكنولوجيا الاتصال للجمهورية التونسية. أهلا بك سيدتي. شكرا على الاستضافة. شكرا. كما تفضلنا قبل قليل سيدتي، الشراكة الجزائرية التونسية هي شراكة متميزة ومتفردة بالنظر إلى ما احتوته بنود الاتفاقية والتي وقعت العام المنصرم في العدد الأول من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة. ما هي الخطوط العامة لهذه الاتفاقية وما هي الأهداف المتوخاة منها؟ في الواقع هي شراكة عريقة تربطنا بالشقيقة الجزائر، والسنة الفارطة يعني كانت تونس مشاركة في الدورة الأولى للقمة الإفريقية للمؤسسات الناشئة، وتم خلالها إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة تكنولوجيا الاتصال بتونس ووزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة بالجزائر. احنا متواجدين سنة في الجزائر في الدورة الثانية. تونس متواجدة بعدد هام من المؤسسات الناشئة، من المشاركين من القطاع الخاص والعام في مجال مرافقة المؤسسات وتوجيهها، سواء يعني على مستوى الأفكار، التمويل، وولوج الأسواق العالمية، وأساسا منها الإفريقية. حسينا اللي فما يعني الإطار هو ساهم في تسهيل تقريب المؤسسات الناشئة لكلا البلدين. وفي الواقع الاتفاقية هدفها الأساسي هو تقريب التواصل والتناغم بين الأطر البيئية للمؤسسات الناشئة بكلا البلدين. وإن شاء الله في القريب العاجل، لأن هناك فما لجنة وأمانة قارة هي تشتغل على تقريب النظم البيئية وتفعيل مختلف البنود الواردة في الاتفاقية التي تم إمضاؤها السنة الفارطة. إن شاء الله في الأشهر القادمة سيتم تفعيل والإعلان عن الاعتراف المتبادل بعلامة المؤسسة الناشئة، ما يعرف باللابيل بتاع الستارت اب. أعتقد بداية 2024 إن شاء الله. إن شاء الله يعني توا لي دو كوليج تاع تونس والجزائر قاعدين يجتمعوا وقاعدين ننظروا في المعايير والمواصفات اللي تم وضعها للتعريف بالتجديد على مستوى البلدين، حتى يتم تسهيل ولوج المؤسسات التونسية للسوق الجزائرية، وكذلك يتم تسهيل ولوج المؤسسات الناشئة الجزائرية الى تونس. ان شاء الله بداية 2024، لانه يعني الشباب من تونس والجزائر الكلهم ينتظروا تفعيل النقطة هذه اساسا، لانها نقطة اساسية لتسهيل الشراكة والتعاون بين المؤسسات الناشئة بكلا البلدين. سيدة مونيا جندوبي، اشرت الى نقطة مهمة وهي تقريب النظم البيئية بين المؤسسات الناشئة الجزائرية والتونسية، وكذلك الاعتراف المتبادل والذي ينتظر تفعيله. ما هو سمات عمل اللجنة المشتركة خلال هذه المدة، يعني انطلاقا من السنة الماضية إلى حد الآن؟ والله من الناحية العملية تقدمنا بخطوات يعني هامة.
لانه اللجان الفنيه يعني لي كوليج اللي هما يعطيوا شاره العلامه المؤسسه الناشئه، يعني هالشاره هذه يعني اتاكد اللي انه المؤسسه الناشئه هذه يعني مجده وقابله يعني للتطوير وولوج اسواق عالميه، يعني قاعدين نجتمعوا وهناك يعني حتى سلاسه في التواصل والتعامل مع الفريقين، وان شاء الله ان شاء الله هي لجان يعني عمليه براغماتيه، وان شاء الله في القريب العاجل باش نعلنوا على هالنقطه هذه الاساسيه اللي كما قلت لك ينتظرها الشباب والمؤسسات الناشئه بكلا البلدين تونس والجزائر. طيب سيده منيا جندوبي، يعني الملاحظ في هذا المؤتمر الافريقي للمؤسسات الناشئه في طبعتها الثانيه الاحتكاك الواسع بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، لا سيما بان بين التونسيين والجزائريين، خاصه ان الاتفاق هو اعتقد الاول من نوعه على المستوى القاري بين تونس والجزائر فيما يخص طبيعه الاتفاق ومضمونه. هو حقيقه اتفاق فريد من نوعه على المستوى الافريقي، ربما على المستوى العربي، اللي اليوم يتم وضع إطار شراكة لتسهيل التعامل بين المؤسسات الناشئة وأساسا تسهيل ولوجها إلى الأسواق، لأنه كما نعرفوا المؤسسة الناشئة عندها يعني البرودكت وعندها الانوفيشن، لكن المهم بالنسبة للمؤسسة هو السوق. هذا هو دورنا كوزارة، يعني هيكل المرافقة ودعم، هذا دورنا الأساسي سواء كان في تونس ولا الجزائر، نضع لإطار اللي يسهل يعني دخول هالمؤسسات الناشئة للأسواق، وبعد يتم مرافقتها بسلاسة، ربما يعني بتغيير أشياء معينة في 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 ما يتعلق بالنظم البيئية يعني الخاصة بالمؤسسات الناشئة. هذا هو اللي تبحث عليه المؤسسة الناشئة سواء كانت في تونس في الجزائر في أي نقطة من العالم، راهي تبحث على السوق، وهذا دورنا كمدن تكنولوجية حاضنات أعمال، كل يعني الهياكل التي تعنى بالمرافقة والدعم، وإن شاء الله وإن شاء الله يعني نكون ديما مساندين أصحاب الأفكار الإبداعية المجدة، لأنه هذه يعني المنتجات الرقمية هي يعني باش تكون بمثابة الترويج لبلداننا. اليوم تكون عندنا مؤسسة رائدة بالفعل ناشئة متميزة راهي باش تكتسح العالم بسهولة، وهذا يساهم بالتعريف بأوطاننا ببلداننا، وهذا الشيء نشتغل عليه اليوم عن طريق التجديد والتكنولوجيا. رانا قاعدين نخدموا على البراندينج وعلى الديجيتال ايكونومي نتاع البلدان نتاعنا، وان شاء الله ان شاء الله ديما نكونوا سند لشبابنا ولاصحاب الافكار المجده والمؤسسات الناشئه. طيب سيده منيا جندوبي، يعني الجزائر وتونس هما يعني موقع جغرافي مشترك، اطار سياسي مشترك ايضا، تاريخ مشترك ايضا اذا اردنا يعني ادخال الجانب التاريخي في هذه القضايا، وثقافه مشتركه. هل ستساهم كل هذه العوامل في تسهيل التعامل بين الفاعلين الاقتصاديين من بين المؤسسات الناشئه، بين الشباب بالفعل المؤسسات الناشئه بالفعل وحاملي المشاريع المستقبليه؟ بالفعل، يعني فما ثقافه يعني عريقه تربطنا بالشقيقه، احنا نقولوا الشقيقه الجزائر وانتم تقولوا الشقيقه تونس، ثقافات مشتركه، شبابنا يعني كما خبرناهم اللي عندنا مؤتمر افريقي للمؤسسات الناشئه، يعني بخلاف اللي الشركات اللي كانت شاركت معنا في لابيلا كونديداتور، برشا كثير من الشركات التونسيه الناشئه موجوده اليوم في الجزائر. احنا عندنا اليوم أكثر من 50 مؤسسة ناشئة موجودة حاليا في المعرض، وكلها تبحث يعني على الطرق وعلى الامتيازات
اللي تنجم تكون عندها مكتب في الجزائر. يعني هذا هو، انا قريبه من المؤسسات الناشئه، والهدف الاساسي نتاع المؤسسات الناشئه التونسيه اللي يكون عندها مكتب قار في الجزائر، حتى تكون قريبه لل يعني لي زاكتور كليم تاع ليكوسيستيم دي زونتربرونور الجيريان، لي ميكانيزم دو فينانسمون. فما يعني نعرفوا فما يعني دي انسيتاسيون ما شاء الله في الجزائر لفائده اصحاب الافكار المجدده والمؤسسات الناشئه. اسواقنا يعني في حاجه لبعضها، في حاجه لبعضها، واليوم المؤسسات الناشئه هذه الحلول الرقميه والمنتجات الرقميه من شانها تقرب يعني التواصل بين اسواقنا، وهذا الشيء اللي احنا نسعى له. وفي تقريب هالاسواق هذه راهو احنا نطمحوا في مرحله اخرى لولوج اسواق عالميه، لما لا مشاريع مشتركه تونسيه جزائريه، وبعد نكتسحوا اسواق اخرى جديده، لا سيما على مستوى القاره الافريقيه تحديدا، على المستوى القاره الافريقيه، ولما لا على المستوى العربي والعالمي، على المستوى العربي والعالم، لانه اليوم كي نحكيوا على الانوفيشن راهو اليوم راهو اتس جلوبال. يعني اليوم لازم نكتسحوا اسواق عالميه. علاش نقولوا احنا الكرايتيريا بتاع سيلكشن في الكوليج بتاع الستارت اب عندنا الانوفيشن وسكالابيليتي، معايير الاختيار، معايير الاختيار هذم، اذا هذم العناصر هذه الاساسيه موجوده راهي المؤسسه الناشئه يعني بسهوله تكون تنجم تكتسح اسواق عالميه. بطبيعه الحال الاسواق الافريقيه نشتغلوا عليها، لانها افريقيا يعني سوق يعني قريبه منا، وكذلك يعني الجزائر. لكن اليوم باتحادنا تونس والجزائر شفنا تعطش كبير للمؤسسات الناشئه ورواد الاعمال التونسيين اللي اليوم يحبوا تكون عندهم كما قلت لك مكاتب قاره. يعني مش احنا باش ننظموا ان شاء الله العلاقات، يعني ماتش ميكينج دايز باش تكون في تونس في الجزائر لفائده المؤسسات الناشئه ومختلف هياكل المرافقه والدعم. لكن يقول لك انا من الاحسن يكون عندي مكتب في الجزائر. وكذلك المؤسسات الناشئه، انا قابلت كثير من المؤسسات الناشئه الجزائريه ما شاء الله، لانه احنا عندنا يعني سنوات نشتغل مع الجزائر. احنا في شراكه مع القطب التكنولوجي بسيدي عبد الله، احنا في شراكه مع الانكوباتور بريفي انكوبمي، وكل سنه يعني فما مؤسسات ناشئه تونسيه تشارك في برنامج انكوبمي. السنه عندنا ثلاثه مؤسسات ناشئه موجوده في الجزائر لمده احتضان وتسريع اعمال هنا بالجزائر. يعني هناك احصائيات من خلال احتكاكي مثلا مع العارضين التونسيين والجزائريين، يعني هناك من اشار لي بانه بالفعل بدا العمل في الجزائر، بدا العمل عمليا. احنا عندنا مؤسسه ناشئه، كم عدد الشركات التي بدات في العمل حاليا؟ قرابة ثلاثة مؤسسات، لكن أنا متأكدة لأني رافقت مؤسسة ناشئة في الدورة الأولى لبرنامج تسريع الأعمال لحاضنة الأعمال الخاصة. هذا فيما يخص اختصاصكم، في ما يخص القطب التكنولوجي، لكن احنا لكن هناك شركات أخرى يعني نشتغلوا على المستوى الوطني. يعني سنة الشركات اللي تم انتقائها في إطار برنامج انكوبمي هي شركات متواجدة متمركزة بالقطب التكنولوجي، لكن هي مؤسسات تونسية متواجدة ب حاضنات أعمال وفضاءات مشتركة أخرى موجودة في تونس. احنا في تونس نشتغل على المستوى الوطني. احنا في التكنو بارك إذا طورنا برامج، لأنه على عندنا علاقات دولية عريقة تربطنا بأقطاب تكنولوجية، بحاضنات أعمال، بمسرعات أعمال، بجامعات عالمية، يتم تشريك مختلف المؤسسات، لأنه فما يعني بروسيسوس دو سيليكسيون. وإذا تم انتقاء مؤسسة ناشئة ماهيش متمركزة في القطب التكنولوجي أو في حاضنة أعمال، شرف لينا احنا ندعمها.
سيدة منيا جندوبي، نعود إلى مخرجات المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة في طبعته الثانية، ما هي انعكاسات يعني التفاعلات التي يعني لمستموها خلال انعقاد هذا المؤتمر على مستوى الشراكة التونسية الجزائرية؟ هي مقارنة مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الإفريقي أيضا والعربي، هي مقارنة بالدورة الأولى، الدورة هذه فيها أكثر مشاركين، فيها أكثر تفاعل مع المستثمرين، وهذا شيء مهم. نشكر يعني الأخوات والأخوين في وزارة الستارت أبس في الجزائر على العمل الجاد والمهم اللي قاموا به. دول إفريقية يعني عدد هام مشاركة، يعني تم توجيه الدعوة لدول إفريقية، لكن تم يعني الاستهداف هياكل تعنى بمرافقة المؤسسات الناشئة أو بالتمويل، وهذا شيء اللي تبحث عليه المؤسسة الناشئة سواء في الجزائر، في تونس، في أي مكان من العالم. حقيقة ملتقى هام اليوم، الدورة هذه كان فيها كذلك معرض للمؤسسات الناشئة. تونس عندها جناح هام، شيكون عندنا شوكيز لعرض منتجات والحلول الرقمية للمؤسسات التونسية المشاركة. هذا على يعني خلاف البانلز، يعني عندنا متدخلين تونسيين خبراء يعني في من النظام البيئي التونسي لريادة الأعمال موجودين في مختلف البانلز والوركشوبس، وهذا شيء مهم. يعني هذا شيء احنا نسعى له، لانه احنا نؤمن لتطوير مختلف هالشركات لازم يكون فما لقاءات مباشره بين كما قلت لك الستارت ابس، الانفسترز، بين الايكو سيستمز بيلدرز. هذا شيء مهم. طلبه اللي عندهم افكار ما شاء الله مجده، حاملي المشاريع خاصه، حاملي المشاريع اللي مازالوا ما بعثوش للستارت ابس، وهما كذلك سمعوا ان تونس فما برنامج شراكه مع تونس، لما لا يكون عندنا شراكات مع الستارت ابس. اشرت سيدتي الى نقطه مهمه وهي نقطه تمويل، ما تعليقكم على حل معضلة التمويل فيما يخص المؤسسات الناشئة، لا سيما مع عملية تفعيل هذا الاتفاق؟ هو والله ما هي توقعاتكم بالنسبة لحل مسألة التمويل؟ هو والله ما يخص اتفاق الشراكة، بإعلان اتفاقية الشراكة وإن شاء الله الإعلان في القريب العاجل على تفعيل يعني الاعتراف المتبادل، ان شاء الله يعني الانفسترز باش يكونوا بناوا الثقه سواء مع الايكو سيستم في الجزائر او في تونس، لانه شافوا فما اطار كامل اللي قاعده تشتغل عليه الحكومات اليوم. الثقه اللي قاعدين نبنيوا فيها يمكن المستثمرين باش يكونوا معنا، وانا عندي امل كبير لليوم المستثمرين باش يعطيوا الثقه في النظم البيئيه اللي قاعده حريصه على تطوير المؤسسات الناشئه ومساعدتها لاكتساح اسواق جديده، وهذا الشيء اللي يبحث عليه المستثمر. سيده منيا جندوبي، في ختام هذا اللقاء، هل من كلمه ما هي توقعاتكم بالنسبه لافاق هذه الشراكه وافاق المؤسسات الناشئه في القارة الإفريقية عامة؟ هو أنا في الواقع نحب نشكركم على الثقة العالية اللي عطيتوها لتونس وشباب تونس ومختلف الهياكل الداعمة. إن شاء الله يعني كما قلت لك الفرق الفنية قاعدة تشتغل وقاعدين نقدموا، وإن شاء الله في القريب العاجل باش يتم الإعلان. لكن يعني بين تونس والجزائر فما إطار عام يجمعنا للشراكة،
الشركة فما اتفاقية تعاون مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر. هناك كذلك اتفاقية أخرى مع الهيئة السامية للرقمنة، وكذلك هناك اتفاقية التعاون مع المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة واللجان الفنية واللجنة العليا الفنية المشتركة اجتمعت، وإن شاء الله باش يكون عندنا لقاء في مع الهيئة السامية للرقمنة، وإن شاء الله في القريب العاجل كذلك نعلنوا على لي زاكس دو كوبيراسيون اللي باش يجمعوا البلدين في مجال التحول. نعم. الرقمي. السيدة منيا جندوبي، باختصار يعني كيف تقيمون دور الجزائر؟ في الواقع الجزائر حضرت في الدورة الأولى والدورة الثانية، اعتبرتها بمثابة الأم الحاضنة، احنا في مجال المؤسسات الناشئة والحاضنات اعتبرتها بمثابة الأم الحاضنة لإفريقيا. اليوم الجزائر تمكنت جمعت مختلف النظم البيئية بإفريقيا، ويعني هذا عمل جاد ونشكركم عليه، وهذا اللي لازم نشتغلوا عليه. كيفاش اليوم نجموا تجمعنا يعني أهداف واحدة، إفريقيا واحدة، نظام بيئي لريادة الأعمال إفريقي موحد، ونظام أيضا للتمويل. إذا تحدثنا على النظام البيئي الإفريقي الموحد يدخل فيه أيضا عامل التمويل، عنصر التمويل هو عنصر هام أساسي. وهام جدا. نعم. سيدة منيا جندوبي، عضو الكتابة والأمانة القارة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة والمكلفة بمرافقة المؤسسات الناشئة في وزارة تكنولوجيا الاتصال للجمهورية التونسية، شكرا لك على هذه التوضيحات. شكرا على الاستضافة. شكرا. أهلا بك سيدتي. شكرا. ونحن بدورنا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذا العدد الخاص من ضيفي الإخبارية، شكرا على حسن المتابعة، نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى لقاء قريب.